السلام عليكم، معكم اكمل النهارده في حلقه جديده. طبعا النهارده هنلعب سبيرال كرافت، ف وبعد صحيت طبعا انا طورت كل حاجه على ماكس، وشوفوا فوق عندي حاجات قد ايه. هنا بقى بيجي 700 كل حاجه شبه طقطه، ورجعنا ونزلت كرافت ايلاند. لو باجي افتحها ما بتفتحش، فهتتمسح. ولسه داخل فارم لاند النهارده، لقيتها بدل من الاول، فالحمد لله دي مبدأتش من الاول عشان دي اكتر واحده عامل فيها الظهر. خلينا نروح نحرر البت اللي هناك. خلينا هنا في حاجه الاول، خلينا نعمل ازاي من هنا. يلا او ماي جاد، اه هنا يلا او ماي جاد. بيعمل ايه ده؟ زي ما انتوا شايفين فوق جمعت كمية حاجات مش طبيعية. يلا ديت اللي المفروض نعملها، فري سبين. تسبني يا شباب، اه ده لسه عندنا في الصاروخ الفضائي اعلان. في سبين ريدي. اه هنا الصاروخ حلو. طيب عندي 3 سبنات. يلا يلا يا شباب، مجوهرة تالتة. يس يلا جبت 10,000. خد دول عشان شكل الصاروخ غالي. 12,000 عشان نعمل طريق. واو زي ما قلت ده 10,000 يا شباب. اوه ماي جاد، هندخل على المحطة اللي بعديها. ربنا يستر. ايه ده؟ كوكب تاني اروح له. اوه ماي جاد على الحماس، والله بقالي كتير نفسي اشوف كده. اهو بقالي اكتر من 3 شهور. اوه تتلاقي اوه كوكب. ايه ده؟ كل حاجة صفرا فيه. هنا حاجات رخيصة طبعا. جهاز ايه ده؟ لانه احنا نعمله ب200. يلا ده هو بيعمل لنا اه بيجمع لنا لغاية 4,000. حلو ينفع. لا ما ينفعش. فينا اكس ثانية كده، هتطلع من انه ناحية. فينا اكس اصل شباب، ولا الاكس هنا فيه يا جدعان؟ احنا نستنى على ان يخلص. يلا وبعدين انا في مطرقة ماشي. خد انا اه بنطورها ماشي سهلة. هنا زرقة واضح عليها وجامدة بتجيب لنا كتير. دي بكام؟ 500. اه احنا لسه في البداية بقى، في الحاجة رخيصة بالنسبة لي يعني، اصلا جايب حاجة فلوس كتير اوي. هو خلصوا برضو اعلان. واو ايه كل البعد ده؟ اه ده اللي بتجيب لنا الحجر. ايه جري هدي على السريع. 5,000. واو خد خد ماشي. ايه اوه ماي جاد، معلش كل شيء خد يعني.
ايه ده؟ شكلها تحتاج ايه ده؟ في هنا واحدة هنا بنفسجية دي هتحتاج الحلقة الجاية بقى. مش ناقص اجمع يا شباب، انا مصدقت جمعت 50,000 خلصوا في ساعتها يا شباب. ماشي خليني افضل شوية على ما احاول اجيبهم. اوكي اخر حاجة هنعملها في الحلقة ب5,000. ماشي برضو يعني عشان نحرر المرة دي البيت ب10,000. شوفوا صعب يا شباب تكون في الحلقة دي، احنا خلاص المفروض ننهي الفيديو دلوقتي. فطبعا شباب وقفنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم، واذا عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وانتم تشتركين. وبس اشوفكم في المقاطع الجاية. وبقى السلاسل بقى باظت. ايه ده؟ هنا في حاجة. وبس سلام.